عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية للجميع. الفيديو اليوم خصصته من ورقتين من فئة 100 درهم. الأولى إصدار سنة 1987، والثانية إصدار سنة 2002. وعلاش بالضبط هذه الورقتين؟ لأننا على أبواب حدث كبير وعظيم، وهو المسيرة الخضراء. وبما أن هذه الأوراق هذه البنكية 100 درهم إصدار سنة 1987 و 2002 كتحمل صورة أو لوحة المسيرة الخضراء، فقررت باش ندير الورقتين. نبدأ بالورقة الأولى كما كتلاحظوا هنا، صورة الحسن الثاني في الجنب ديالو منارة الكتبية مكتوبة بنك المغرب 100 درهم، ومن الخلف اللوحة الفنية الجميلة ديال المسيرة الخضراء كما كتلاحظوا. ورقة رائعة، وهذه أول ورقة بنكية في تاريخ المملكة المغربية كتحمل صورة المسيرة الخضراء. هذه الورقة هذه كانت سحبت واستبدلت بهذه كما كتلاحظوا الفرق في الصورة، وكنتغير حتى التوقيعات كما كتلاحظوا. هذه الورقة هذه فيها جوج إصدارات نفس الصورة والاختلاف في التوقيعات، وهذه اللي استبدلت بها فيها خمسة الإصدارات الاختلاف في التوقيعات. إذن هاد جوج الأوراق البنكية فيهم سبعة ديال الإصدارات. الكثير منكم غادي يسولني على الثمن ديال هاد الورق للبيع في مواقع كثيرة خارج المغرب اللهوات، والسعر كيتراوح ما بين 15 حتى 40 أورو حسب حالة الورقة. هذه زايدة شوية كتوصل حتى 45 أورو إذا كانت حالة جيدة، هذه اللي سحبت. إنما المعلومات وبعض المتتبعين كيسقسوني يعني كيسولوني يعني هذه الورقة هذه كتسوى 40 15 مليون 20 مليون، فهذه المعلومات خطأ وغلط، فهذه الورقتين ما كيوصلوش هذا الثمن هذا رغم كتكون فيهم هذا الرقم التسلسلي كيكون شي رقم متميز أو كامل أصفار أو كامل وحدات أو كامل أرقام جوج أو ثلاثة، يعني السيري كامل كيكون فيه رقم واحد، فما كتوصلش هذا السعر هذا، يعني كيكون الثمن مرتفع شوية. إنما ما كيوصلش هذا الثمن ديال 40 مليون 50 مليون، رغم أنها تكون سبيسيمن. باش نكونوا واضحين، هذه المعلومات خاطئة يعني ما تصدقوهاش. نمروا الورقة الأخرى 100 درهم الأخرى كما كتلاحظوا، ورقة أيضا جميلة فيها صورة ديال ثلاثة الملوك، الجد والأب والابن. هنا ضريح محمد الخامس مكتوبة بنك المغرب 100 درهم، ومن الخلف لوحة فنية أيضا جميلة ديال المسيرة الخضراء كما كتلاحظوا. هاد الورقة أيضا فيها جوج، فيها جوج الاختلاف هنا في هاد التواريخ، التاريخ الميلادي والهجري، كاين خط كيفصل ما بيناتهم. الورقة الثانية اللي مطلوبة وقليلة ما فيهاش هاد الخط هذا ما بين التواريخ، ردوا بالكم يعني هاد المعلومة مهمة اللهوات. ايضا غادي تسولوني على السعر والثمن ديال هذه الورقه، فهذه الورقه ايضا مازال كتداول، قيمتها هي اللي فيها 100 درهم، انما معروضه للبيع في مواقع كثيره خارج المغرب، والسعر ايضا ما بين 14 حتى 25 30 اورو حسب حاله الورقه. انما هاد الورقه هذه راه مازال كتداول وقيمتها هي اللي فيها. وايضا كاين بعض الاشخاص
اللي كيظنوا هاد الورقة هادي كتسوى 5 مليون، 10 مليون، 20 مليون، فغلط. أنا كما ذكرت يعني سابقا، رغم أن هاد الأوراق البنكية هادي تكون فيها سبيسيمين أو أرقام متميزة، فالسعر ما كيوصلش لهاد العدد هذا، باش نكون واضحين. يعني هاد المعلومات خاطئة، ما تصدقوهاش. كيرتفع السعر إذا كان شي رقم متميز أو سبيسيمين، كيرتفع السعر، إنما ما كيوصلش لهاد الثمن ديال 40 مليون، 50 مليون، 15 و20، فغلط. الأوراق البنكية فعلا عندها قيمتها القديمة عند الهواة، يعني عندها قيمة في جميع أنحاء العالم، إنما كاين بعض الأسعار أو الأثمنة مبالغ فيها يعني وخاطئة، فردوا بالكم. إخواني أخواتي، كنتمنى تعجبكم هذه المعلومات، وبالتوفيق للجميع. دمتم في رعاية الله وحفظه.